أنتم بخير وكل سنة إن شاء الله وأنتم بحال طيبة. في الكويت في حراسة المرمى صلاح مرزوق، في الدفاع يلعب محمد بهرامي، أحمد الفرحان، عادل عباس، وليد الجاسم، وفي خط النص يلعب علي الزيد وخالد شريدة وأحمد عبد السلام ومحمد إبراهيم، في الهجوم عبد العزيز الحمدري وعبد الله صهيب. لعب الكرة توصل لفريق العربي يعني مثلا حمد عبد القدوس في حراسة المرمى، وعلى طول الكرة سنترت واللعبت توصل مرة ثانية. يلعب علي منداني، وليد الصالح، سامي الحشاش، عيد مطوع، في النص يلعب ماجد سلطان، محمد كرم، لوشي، عيد مطلق، في الهجوم عنبر سعيد وصباح عبد الله. طاقم حكام مباراة اليوم من الحكم علي حسين وراضي الحداد مساعد، يعقوب يوسف المساعد، وداود محمد الحكم الرابع. بدت المباراة لعيبة من الكويت ويمهم الشريد الخامس راش عنهم شوية بالحيطة وبشوت الله بش لعبها لعنبر سعيد وعنبر كرة معه وعادل عباس وعنبر سعيد وعادل وعنبر سعيد وعادل عباس بياخذها لعبها لحارس مرمى ويصيدها حارس مرمى ويشارك مع دفاع الكويت واللعبة ويطلعها مطوع تطلع كرة برا ملعب أوت. أيضا عبد الله فليطح رقم 7 عبد الله فليطح 3 شهور مسك الفريق بعد المدرب الأولاني أيضا مدرب إنجليزي وهذا المشرف الحباز وهذا أيضا على حسين الحكم في النص توصل إلى بلوشي لوشي يأخذها ظهرامي نادي الكويت هاجم لعب الفليطح فليطح معاه فليطح بشوت لكن فليطح ويلعب 4-4-2 بنفس الطريقة يسمونها الهجومية الدفاعية. محمد إبراهيم كرة لعبة حلوة وبيصدها حارس المرمى يتابعها تحتها بالجول جول جول عمري حلوة محمد إبراهيم طلعها عبد القدوس اللي يطلع برا المرمى وايد شوف 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 العمري على طول بتابع العمري بتابع العمري بيحط العمري على طول حاطها بيد العمري بيسجل الهدف الأولاني في الدقيقة 33 في الدقيقة 33 عبد العزيز ومطوع بيثبت الكرة اللعب طويلة كرة عالية تنحط بالراس الله جول الله صباح عبد الله بيصير شوف لما مرت على راس صباح عبد الله اللي بنط امام مدافع الكويت ما حد يطلع صباح عبد الله شوف حارس المرمى بتمر من يمه وبتدش سهله على يسار صلاح القادسيه ليقدم لكم الوصف التفصيلي للشوط الثاني من هذا اللقاء في ساحه الدوري اور بشوت والقاسم مندني وبيصد حارس المرمى في حيطه علي كرة اللعب العنبري والعنبري بيلعبها الى احمد عبد السلام يحاول يمر مرة عبد السلام مع لعب يحط في الخطره يحط في الجول جول الله حلوه 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 وجميله حلوه ملعوبه ناحيه اليمين لعبد الله فليطح لعبد الله فليطح في دقيقه شوف 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 كرة اللعب علي الزيد يلعبها شوف عبد الله فليطح بنط بنط برافو وبيحطها بالزاويه وبيحطها بالزاويه في الدقيقه 3 في الدقيقة كرة علي الزيد بيعلي كرة الكويت هو اللي ماسك الكرة أكثر وهو اللي ضاغط على العربي أكثر كرة اللعب شريدة بيلعبها ويبعدها حارس المرمى ترجع مرة ثانية وشريدة بي الله 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 الله, 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 الله كان حيصطاد الطير كرة اللعب حسن عاشور 8 وعلي بو عباس بو عباس اللي توا نازل ولعب بدل وليد الصالح بيلعبها وبيحصلها عمر سعيدة صادة وكان حينفرد في المرمى ويسجل هدف عمر سعيد انما كرة على الارض ما راح يأثر الملعب مدرج دائري ما راح يأثر في الهواء ولا هو ولا زايد يأثر عسير اللعب قتل اللعب الى بهرامي كرة مع بهرامي كرة معه بيمر بهرامي بيصلح وراء نفسه بيحاول يلعب يعرض ملعب
كرة مرة ثانية وبشوت كرة حلوة تحت بالجول تحت بالجول جول العنبري العنبري في دقيقة 21 وتفضل للسويد أفضل 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 لعبا وانا تشوف شوف شوف العنبري شوف العنبري شوف العنبري شوف العنبري بيحطها 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 العنبري بعد ما لعبت فهرامي صنعها لعبها إلى حسن ناحية اليمين تلعب إلى بلوشي بلوشي بيلعبها في عرض الملعب إنما بنالتي 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 أخذ أبيدة وليد الجاسي ضربة جزاء ضربة جزاء أخذ أبيدة وليد الجاسي استفاد منها جزاء بدأ 35 بدأ 35 من اللي راح يشوت علي مندني علي مندني لو جيل البلنتي راح يعطي المباراة ندية أكثر جول جول في الدقيقة 35 علي مندني علي مندني علي مندني ثلاثة والعربي اصطاد لبنالتي هل العربي يجيب التعادل أو الكويت يضيف أربعة إنما ويصفر حكم المباراة مبروك للكويت أول ثلاث نقاط في الدوري العام هارد لك للعربي